مش هعمل عنه. طيب نكمل يا شباب. يبقى تاني ممكن يجي لي سؤال اذا كانت الكتلة، خد بالك من السؤال ده وانا عشان انت ما حضرتهوش، اذا كانت الكتلة الفعلية لمركب ما ايا كان المركب الموجود عندي وليكن الكتلة الفعلية دي ب50، فان كتلته النظرية دايما الكتلة النظرية تكون اكبر من الكتلة الفعلية، فهيدي لي الارقام كلها اصغر من 50 ورقم واحد بس هو الاكبر من 50 وليكن يكون 55، يبقى هو ده الاجابة الهين الصحيحة. تمام. تمام، يعني الكتلة النظرية قلنا إن هي أكبر من الكتلة الفعلية، صح؟ الكتلة النظرية دايما أكبر من الكتلة الفعلية. لو عكس السؤال وقال لي إذا كانت الكتلة النظرية 50 فإن الكتلة الفعلية، يبقى الفعلية دايما أقل من النظرية، يبقى الاختيارات كلها تكون أرقام أكبر من 50 ما عدا رقم واحد هو اللي أقل، هو تمام. ده اللي يكون صح ونختار. تمام. يبقى كده بالنسبة لحساب عدد المولات بكل أشكاله، أو حساب التركيزات، أو حساب نسب مئوية، أو حساب العامل المحدد للتفاعل، كل ده رجعناه. في مشكلة عندكم فيهم؟ لا تمام. تمام. طيب بالنسبة بقى يا شباب للباب الثالث، الباب الثالث اللي بيتكلم عندي عن الأحماض والقواعد والأملاح والمحاليل والغرويات والمعلقات وخواصهم. هنرجع مراجعة سريعة جدا وهنقول إن أنا عندي مثلا المحاليل بتكون عبارة عن مخاليط متجانسة لا يمكن تمييز مكوناتها، عبارة عن مذيب ومذاب، دايما كتلة المذيب أكبر من كتلة المذاب، أو حجم المذيب بيكون أكبر من حجم المذاب. عشان مثلا أعرف نوع المحلول عندي يبقى بعرف نوع المذيب والمذاب، وعلى أساسه بحدد نوع المحلول. عندي محاليل صلبة، وعندي محاليل سائلة، وعندي محاليل غازية. من أمثلة المحاليل الغازية الهواء الجوي وهكذا. بالنسبة للمعلقات دي ممكن أفصل المكونات بتاعتها ولا لأ يا شذا؟ مين؟ المعلقات لأ التفصيل. إزاي؟ بفصل صح؟ ايوه لكن الطرق المحلول عندنا يمكن طرق. فصل مكوناته؟ لا مستحيل. تمام، لا يمكن فصل مكوناته. طيب بالنسبة للغرويات ده حاجات كده موجودة في النص ما بين المحلول والمعلق، يعني حجمها الدقائق بتاعتها أكبر من حجم المحلول وأقل من حجم المعلق. طيب بالنسبة لرؤية مكوناتها، المحلول لا يمكن رؤية مكوناته سواء كان بالعين المجردة أو بالميكروسكوب، الغرويات يمكن رؤيتها تحت الميكروسكوب فقط. طب المعلقات يمكن رؤيتها بالعين المجردة. المجردة طيب بالنسبة برضو للمحاليل، قلنا ان انا عندي في المحاليل ممكن اقسمها على حسب توصيل التيار الكهربي لنوعين اتنين، محاليل الكتروليتية ومحاليل لا الكتروليتية. بالنسبة للالكتروليتية قسمتها برضو لاتنين، الكتروليتية قوية والالكتروليتية ضعيفة. الالكتروليتية القوية كام؟ بتكون تمت التأين التأيين. وبتوصل التيار الكهربي بدرجة كبيرة. السبب ايه؟ السبب عندي ان فيها عدد كبير من الايونات كلها تمت التأين، فبالتالي بيكون فيها الكترونات حرة بتسمح بتوصيل التيار الكهربي. طيب الالكترونات الضعيفة بتكون غير تامة التأين او ضعيفة التأين، فبالتالي عدد الايونات فيها بيكون ضعيف، عدد الالكترونات الحرة بيكون ضعيف، فبالتالي بتكون ضعيفة التوصيل للتيار الكهربي او رديئة التوصيل. من امثلة الالكترونات القوية مين يا شباب؟ اي مركب ايوني قوي زي كلويد الصوديوم، هيدروكسيد صوديوم، ممكن برضه مركبات تساهميه زي الهيدروكلويك او كلويد الهيدروجين. تمام. تمام. بالنسبه للالكتروليتات الضعيفه، اي حمض ضعيف وليكن حمض الاسيتيك، ممكن برضه عند بعض المحاليل زي هيدروكسيد الامونيوم اللي هو رمزه ايه؟ NH4OH. طب الماء النقي الكتروليت قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. ضعيف. طيب ده كان يعني أنا القلم كده. دلوقتي لو سألتكم سؤال، إيه الفرق ما بين كلوريد الهيدروجين وحمض الهيدروكلوريك؟ يعني كده معلش انا
تاني، ايه الفرق ما بين كلوريد الهيدروجين وحمض الهيدروكلوريك من حيث التوصيل الكهربي؟ انا بقول غاز على فكرة، ما قلتش محلول. غاز كلوريد الهيدروجين، خدوها عندكم كده معلومة عامة. أي غاز يجيلي في أي سؤال، غاز كلوريد الهيدروجين، غاز الأكسجين، غاز نيتروجين، أي غاز في الظروف العادية من ضغط ودرجة حرارة لا يوصل تيار كهربي. طب يا مس حضرتك لسه قايلة إن غاز كلوريد الهيدروجين من الإلكترونيتات القوية، الكلام ده إمتى؟ لما كون بيه محلول، تمام؟ لما بدوب غاز كلوريد الهيدروجين في المية ساعتها بيكون الكتروليت قوي قادر ان هو يوصل التيار الكهربي، لكن هو موجود في الحالة الغازية لا يوصل التيار، تمام؟ تمام. لكن حمض الهيدروكلوريك توصيله جيد طيب للتيار الكهربي. برضو في حاجة تانية، صنفنا المحاليل على أساس درجة التشبع، قلنا إن أنا عندي محاليل غير مشبعة ومشبعة وفوق مشبعة. مين اللي بيتقبل إضافة كمية أخرى من المذاب عند درجة حرارة معينة يا شذا؟ الغير مشبع الغير مشبع. مين اللي بيحتوي على أقصى كمية من المذاب عند درجة حرارة معينة يا روان؟ أقصى درجة المشبع. المشبع. الفوق مشبع بقى هو اللي بيتقبل، ولكن بإيه؟ التسخين، بعد ما بيعدي مرحلة التشبع، تمام؟ ما. تمام. طيب ينفع أحول المحلول إلى مشبع والعكس؟ ممكن عن طريقتين اتنين. إيه هما؟ تبريد أو تبلور. تبلع، تمام كده؟ طيب بالنسبة برضو عندكو في عملية الإذابة، ايه هي اصلا الاذابه يا شذا؟ تفكك دقائق المذاب، بيتفكك الى ايه؟ ايونات موجبه وايونات سالبه. طيب لو ما كانش مركب ايوني يبقى بيتفكك الى جزيئات قطبيه منفصله، وبعد ما بتنفصل بترتبط مع المذيب، يبقى سواء كانت ايونات او ايونات موجبه او سالبه بترجع تاني ترتبط مع مين؟ مع المذيب. أو كان مركب تساهمي بيتفكك إلى جزيئات قطبية منفصلة وبعد كده يرتبط برضه مع مين؟ مع المذيب. اللي يأثر عندي على الذوبانية حاجتين اتنين، طبيعة المذاب والمذيب وكذلك درجة الحرارة. أنا عندي مثلا المذيبات بقسمها لنوعين، في مذيبات قطبية ومذيبات غير قطبية اللي هي المذيبات الهين العضوية. من أمثلة المذيبات القطبية شذا كلوريد الماء، الهيدروجين. مذيب قطبي جيد. طيب من أمثلة المركبات الغير قطبية اللي هي العضوية البنزين. عند البنزين وعند ثنائي كلورو اه ميثان. قاعدة عامة بقى، المذيبات القطبية بتذيب المواد القطبية، تمام، وكذلك المواد الأيونية. طب لو مادة غير قطبية لا تذوب في المذيب القطبي، أمال تذوب فين؟ في بنزين. المذيبات العضوية سواء كان بنزين أو ثنائي كلورو ميثان، تمام. 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 خدوا بالكم بعد كده الجزء بتاع الضغط البخاري ودرجة الغليان ودرجة التجمد، فاهمينه ولا راجعوا؟ لا تمام. ايش في سريعا لا كده، تمام. احنا بتهيألي مجانا الحصة اللي فاتت صح؟ اوه أما قلنا الفرق ما بين ضغط البخاري بالنسبة للمحلول وبالنسبة للمذيب النقي، كذلك الفرق ما بين درجة التجمد بالنسبة للمحلول والمذيب النقي، وبالنسبة لدرجة الغليان للمحلول والمذيب النقي. تمام. اتفقنا إن الضغط البخاري عندي للمحلول بيكون أكبر ولا أقل من المذيب النقي؟ لا أقوى. لا أقل، لأن أنا عكس السؤال. اه لا لا بتضحك عليا يا مس. تمام. تاني، الضغط البخاري للمذيب النقي بيكون أكبر من الضغط البخاري لمين؟ للمحلول. ده بسبب إيه؟ المحلول. بسبب إن المحلول بيتكون من مذيب ومذاب ما بينهم روابط، فبالتالي يصعب التغلب على قوة التجاذب اللي موجودة فين؟ بين الجزيئات أو ما بين المذيب والمذاب. طيب بالنسبة لدرجة الغليان، لو مثلا المذيب ده كان مية والمية درجة غليانها 100، هل المحلول
درجة غليانه مساوية أو أقل أو أكبر من درجة غليان المذيب تبقى تكون أكبر أكبر، صح؟ أكبر عشان ليه؟ مذيب ومذاب. محتاج قوة أكبر للتغلب على التجاذب برضه ما بين جزيئات المذيب ومين؟ والمذاب. طيب في حالة التجمد، درجة التجمد المحلول بيبقى أصغر تبقى من أقل. المذيب. تمام، بحتاج إيه؟ انخفاض أكبر فين؟ في الحرارة عن المذيب النقي. طيب بالنسبة للأحماض والقواعد شباب، معاك يا مس. بالنسبة للأحماض وللقواعد، إيه هو الحمض وإيه هي القاعدة؟ سريعا كده. خدنا كام نظرية شاذة؟ ثلاثة. أول واحدة. لازم الترتيب لا لا، اللي هو مش كده. لويس أسألها أسيبهم أرهينيوس. أنت بتخلع وفيرجينيوس من الاسم. طيب ومش عارفة أنطقه ولويس طيب بالنسبة وبروتوزيوم. لأرهينيوس، واحد واحد بسرعة كده، بالنسبة لأرهينيوس هقول إيه يعني اللي هو إيه هو الحمض اكتشف عنده إيه؟ وإيه هي القاعدة؟ حمض أرهينيوس هي المادة اللي بتزوغ فين؟ في في الماء الماء، وبتدي لي أيونات أو أكتر بتعطي من أيونات هيدروجين موجبة. موجبة، أيونات هيدروجين، خدي بالك. طيب بالنسبة للقاعدة برضو عند أرهينيوس بتذوب في بتذوب في الماء الماء وبتدي بس الأيونات مدينا الهيدروكسيد أيونات هيدروكسيد سالبة. السالبة. طيب ده بالنسبة لأرهينيوس، وبالنسبة له إن تفاعل التعادل عبارة عن حمض وقاعدة عشان يدي لي ملح ومية. ومية. طيب بالنسبة لبرونشتيت لوي، قال إن الحمض هي المادة التي تمنح ح وح حمض يمنح بروتونات الهيدروجين الموجبة. طب لو قاعدة بتستقبل برونات الهيدروجين الموجبة، يعني في برونشتد ماليش علاقة بالاو اتش السالب نهائي. وقال لي برضو ان الكل حمض قاعدة مرافقة. طب الحمض بعرف القاعدة المرافقة بتاعته ازاي؟ لما بخليها تفقد اتش موجب، تمام؟ تمام. والقاعدة ليها حمض مرافق، بعرف الحمض المرافق ازاي للقاعدة؟ لما بخلي القاعدة تستقبل الاتش موجب اللي فقده مين؟ الحمض، تمام؟ تمام. آخر واحد عندي هو مين؟ لويس. لويس. بالنسبة للويس مفيش عندي لا بروتونات ولا هيدروجين موجب ولا هيدروكسيد سالب، كل الحكاية إن هي زوج أو أكتر من الإلكترونات. اللي بيمنح زوج الإلكترونات هنا على العكس بقى، اللي بيمنح القاعدة، قاعدة والمستقبل عندي هو مين؟ شمس. الحمض. كون، قلنا ان انا عشان اكون ملح ممكن افاعل فلز مع حمض مخفف، تمام، صعد عندي غاز الهيدروجين، او بفاعل اكسيد الفلز مع حمض مخفف وبرضه بيتصاعد عندي. بيتصاعد مين يا هيدروجين. شباب؟ هيدروجين هيدروجين برضه، متأكدين؟ هنا اكسيد يعني في او، أكسيد الهيدروجين. يا خبر ابيض. يا شذا، بس انت تاني كده تاني كده معلش. هتبطلي فاتي صح؟ اه يلا تاني. انا بسأل عن الاملاح وازاي بكون الاملاح. قلت ان انا ممكن افاعل فلز مع حمض، وليكن مثلا الفلز ده زي ال NA، هفعله مع ال HCl، تمام. الناتج عندي هيكون ايه؟ NaCl، يخرج ال H2. بستدل ازاي ان الغاز اللي طالع هو غاز الهيدروجين؟ الشعاب الفرقعة. يشتعل بفقاعة عند اقتراب شظية مشتعلة إليه. بعد كده ممكن أفعل مين تاني؟ أكسيد فلز أو هيدروكسيد فلز. في الحالتين الاتنين بيكون الناتج عندي ملح ومية. الناتج بيكون إيه؟ ملح وميه. ملح ومية. ملح ومية. طيب لو بفاعل كربونات أو بيكربونات، يبقى هيطلع عندي الملح ملح وميه والمية وثاني واكسجين. أكسيد الكربون اللي بتعرف عليه إن هو بيعكر ماء الجير، إيه رأيك؟ تمام؟
تمام. تمام. خدوا بالكم ان تحضير القواعد هي هيها الطريقة اللي بحضر فيها مين؟ يعني مثلا يعني انا عشان مثلا اصنف القواعد، كنت بصنف القواعد لايه؟ لاكاسيد فلزات وهيدروكسيدات فلزات كربونات فلزات بيكربونات فلزات، صح؟ مظبوط. فبدل ما يجي في الملح واقول ان الملح عباره عن حمض وقاعده، لا انا سبت كله احماض مخففه ثابته في الاربع خطوات، ولكن بقول ايه؟ اكسيد فلز، هيدروكسيد فلز، كربونات فلز، بيكربونات فلز، وهكذا. تمام تمام. تمام هو مستر مصطفى داخل تقريبا يطمن عليكم. فين؟ اه والله صدقوني أنا الوطنية صح؟ مش عارف. لا الفلسفة يا بنتي. اه والله مستر مصطفى أودي. السلام عليكم. طيب شباب، أيوة يا تمام. مس، طيب احنا كده خلصنا مراجعة، في أي حاجة صعبة أو حاجة واقفة عليكم مراجعة تاني؟ لا أنا فاكر رجعت على كل خدوا حاجة بالكم وتعتمد على نفس معايا. الكلام، نفس الكلام اللي قلناه على المحاليل بنقدر برضه نطبقه على الغرويات وعلى المعلقات، من حيث الحجم، من حيث الخواص بتاعته، من حيث ازاي بقدر أميز ما بينهم وهكذا. تمام. ظاهرة التندال اللي حضراتكم كنتوا غلطتوا فيها من حصتين، تمام يا مس، تندال فاكرينها؟ هنفتكرها. هنفتكرها. صباح الخير. تندال يا شذا المسؤول عن تشتت الضوء بسبب الكبر النسبي لحجم جزيئات المادة الغوية، معلق ما بينفش من خلاله الضوء أصلا، المحلول بينفذ من خلاله الضوء لأنه إيه؟ الحجم الدقائق بتاعته بيكون صغير جدا. إيه كوشن؟ No, I'm a thank you. لا تمام. أكيد. لا ولا أكيد. تمام، يلا اه بالتوفيق إن تمام. شاء الله. أتمنى كده يعني إيه تكون كله تمام يعني بإذن الله. يلا مع السلامة. مع السلامة.